الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المحترم، معالي السادة الوزراء، السادة العلماء والقراء والضيوف الحضور الكريم، إذ نشكر لكم جميعا تشريفكم لنا في هذا اللقاء. ننطلق من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فنتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفضله برعاية هذه المسابقة في ضوء اهتمامه بالخطاب الديني وتأكيده المستمر أننا نبني ونعمر، لا نهدم ولا نخرب في شتى المجالات وفي مقدمتها الخطاب الديني. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بتشريف هذا الافتتاح، اهتماما من سيادته بالخطاب الديني الوسطي. ويعلم الله أنه دائم المتابعة والتوجيه في هذا الاتجاه، حرصا من سيادته على تأصيل المنهج الوسطي دون إفراط أو تفريط. فنشكر لسيادته تكرمه بافتتاح هذه المسابقة، كما نشكر لكم جميعا هذا الحضور الكريم. الحقيقة هذه المسابقة التي تضم مشاركين من نحو 70 دولة تقريبا، ما بين مشاركين ومحكمين، وفوق 100 متسابق، هذا يؤكد أولا على اهتمام الأمة كلها وأبنائها في مشارق الأرض ومغاربها بكتاب ربهم وبصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالحفاظ على ثوابتنا ومقدساتنا التي لا نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال. ونؤكد أن الناس جميعا في كل بلاد الدنيا لا يمكن أن يفرطوا لا في ثوابتهم ولا في معتقداتهم أيا كانت هذه المعتقدات. ثم إن هذا الالتفاف البالغ وهذا الجمع العظيم وهذه المشاركة الواسعة يؤكد على ريادة مصر في أمتها العربية والإسلامية، ونظرة جميع دول العالم إليها على أنها القلب النابض للعروبة والإسلام، وعلى ما تتمتع به من أمن وأمان، حيث تقيم الوفود المشاركة والأعضاء المشاركون هنا في وسط القاهرة في أمن، نسأل الله أن يديمه علينا وأن يعم العالم كله. وفي الواقع أضفنا هذا العام بعدا جديدا ونوعيا إلى المسابقة، فهي لا تقف عند حدود الحفظ فقط، وإنما جعلنا المسابقة حول حفظ القرآن وفهم المعاني الأخلاقية للقرآن الكريم. وكانت هذه الإضافة من الواقع، لأننا للأسف الشديد ابتلينا بأناس إما أنهم أساءوا فهم القرآن، أو أنهم يوظفون الدين بصفة عامة والنصوص القرآنية والنبوية بصفة خاصة لأهدافهم وتحقيق مآربهم، أو أنهم يحفظون القرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وقالوا: رب حامل للقرآن
والقرآن يلعنه لأنه لم يعمل به أو يتكسب به تكسبا نفعيا دنيويا على حساب مصالح الدين. وسأضرب فقط بعض الأمثلة. هؤلاء الذين يقتلون ويعني زورا وبهتانا وإفكا وافتراءا باسم الإسلام وتحت راية القرآن كأنهم لم يقرأوا بل يتجاوزون قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ونحن نتساءل جميعا أبناؤنا هؤلاء طلاب الكلية العسكرية ماذا ارتكبوا من جرم؟ وهل جنوا جناية؟ وهل قتلوا نفسا؟ وهل سفكوا دما حتى يؤخذون كما يقال غدرا وخيانة بدم بارد؟ ألم يسأل هذا الذي ألقى أو قام بهذا الفعل الإجرامي ألم يسأل نفسه أين هو من قول الله تعالى أنه من قتل نفسا أي نفس هنا مؤمنة كافرة مسلمة أيا كانت بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهكذا ما يحدث من اعتداء على جنودنا أو جنود الشرطة أو على الآمنين أو حتى على المنشآت العامة وما يقومون به من تخريب تناسوا ربما يحفظ بعضهم قول الله تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الآن رسائل ترسل إلى يعني زوجات وأبناء ضباطنا وجنودنا وقضاتنا وعلمائنا وربما يصل بعضها إلى بيوت حضراتكم يحرضون الزوجة على زوجها والابن على أبيه متناسين قول الله تعالى هؤلاء يقطعون الأرحام فهل عسيت هم مستعدون لتقطيع الأرحام وتقطيع الأواصر في سبيل تحقيق مآربهم ومصالحهم النفعية نسوا قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو كان الوالد كافرا مشركا ولم يكتفي بكفره ولا بشركه وحاول أن يحمل ابنه أو أبناءه على الكفر حملا فلا تطعهما ومع ذلك ماذا يقول القرآن وصاحبهما في الدنيا معروفا البر والإحسان والرحمة والصلة. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وللأسف الشديد بعض من يتاجرون بالدين وربما تعرفون بعضهم بالأسماء في القنوات التي تبث من الخارج يمارسون الكذب والافتراء ليل نهار. فالقضية ليست فقط في حفظ القرآن ولا في حفظ السنة. صحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلينا بكتاب الله لكن علينا أيضا أن نحسن الفهم لكتاب الله ونحذر من تأويل النصوص ونذكر بأننا جميعا سنلقى الله. أما الاهتمام بالقرآن أيضا هذا للتأكيد كما يقول الحق سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عن كتاب الله عن اهتمامكم به حفظا وتلاوة وخدمة وعناية وتفسيرا وتعليما. والقرآن الكريم أحسن الكلام وأبلغه وأصدق الحديث وأحسن القصص. من قال به صدق ومن حكم به عدل. لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، أن قال أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تمسك ماءها فتقلع، ويأمر الماء أن يغيض فيطيع ويسمع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. ويقول الإمام عبد القاهر القرآن الكريم كلام الله الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب، إلى أصحاب القلوب الصافية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، ذلك هدى الله، ذلك هدى الله، يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.